مرحبا، اسمي سارة. شكرا لك على مشاهدة هذا الفيديو التعليمي الخاص بحقن نوفارول. سوف تحتاج إلى ما يلي: قارورة من مسحوق نوفارول، قارورة من مذيب نوفارول، حقنة بإبرة متصلة، إبرة عضل قياس 23، مناديل الكحول، شاش، حاوية مخصصة للأدوات الحادة. قم بإزالة الغطاء من كلا القارورتين وقم بتطهير الجزء العلوي منهما باستخدام منديل الكحول المبلل. أمسك الحقنة في شكل مستقيم واسحب كمية من الهواء بنفس كمية الجرعة المطلوبة. قم بإخراج الإبرة من قنينة مسحوق نوفارول. أدخل الإبرة في وسط قنينة المذيب من نوفارول وادفع المكبس حتى يدخل كل الهواء في القارورة. اقلب الحقنة بحيث تكون القارورة مقلوبة ولكن لا تزال متصلة بالحقنة. تأكد من أن الدواء يغطي طرف الإبرة. اسحب مكبس الحقنة وقم بضبط الجرعة المناسبة. اجعل طرف الإبرة مغموراً في المذيب عن طريق تحريك الإبرة لأسفل أثناء سحب الدواء. أخرج الإبرة من القارورة وضعها في قنينة مسحوق نوفارول ثم أدخل المذيب عن طريق دفع المكبس. امزج محتويات القارورة عن طريق تحريك القارورة برفق حتى يذوب المسحوق بالكامل. اقلب الحقنة بحيث تكون القارورة مقلوبة ولكن لا تزال متصلة بالحقنة. اسحب المكبس للخلف حتى تدخل جميع محتويات القارورة إلى الحقنة. أخرج الإبرة من القارورة. لف الإبرة وأزلها برفق من الحقنة. تخلص من الإبرة وضعها في الحاوية المخصصة لأدوات الحادة. ضع الإبرة العضلية وأزل غطاءها. لا تدع الإبرة تلمس أي شيء بما في ذلك يديك. أثناء إمساك الإبرة في وضع مستقيم انقر برفق على جانب الحقنة حتى تصعد فقاعات الهواء إلى الأعلى. اضغط خفيفا على المكبس حتى تظهر قطرة من السائل عند طرف الإبرة. يجب أن تعطى الحقن في موقع عضلي يحدده طبيبك. امسح مكان الحقن بمنديل الكحول واترك الجلد حتى يجف. تأكد من تبديل مواقع الحقن بين جانبي جسمك. أمسك المحقنة في يدك المفضلة. شد الجلد بين أصابعك في موقع الحقن وأدخل الحقنة مباشرة في الجلد. اسحب المكبس قليلاً. إذا لم يدخل الدم إلى الحقنة تابع الحقن. إذا دخل الدم إلى الحقنة فقم بإزالة الإبرة وأعد إدخالها في مكان قريب ونظيف للحقن. ادفع المكبس حتى يدخل كل الدواء إلى موقع الحقن. أخرج الإبرة برفق واضغط على مكانها بالشاش. تخلص من الحقنة المستعملة في الحاوية المخصصة للأدوات الحادة. شكراً على مشاهدة فيديو ميد إيد الخاص بنا.